مشاهد إلى الكرام واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من المزح نص جد فلتت هاي بموسمه الثالث من تلفزيون الان واذا ما لحقتوا تحضروا الحلقه على التلفزيون ما لكم الا تفوتوا على تشانل يوتيوب ألان تي في وتعملوا لايك اند سبسكرايب ترجعوا تحضروا الحلقه عن جديد وتشوفوا ضيفنا او ضيفتنا اللي بيقعدوا هون عاده بالحلقه وبيتلقوا مني كل انواع الاسئله المحرجه والصريحه والجريئه وايضا وايضا بيطلع منهم لما تحشرون بالزاويه بالجد اللي فيه مزح وبالمزح اللي فيه جد بيطلع منهم تصريحات وسكوبات بتنتشر على السوشيال ميديا وكل مواقع التواصل باخبار صغيره يعني الحلقه بتعمل مضمون على فتره جمعتين وثلاثه فكيف اذا ضيفتنا اصلا بحلقه الليله هي قنبله من الجمال وطل البهيه واثاره الجدل هي بيلحقوها المشاكل او هي بتفتعل المشاكل ما حدا بيعرف ولكن كل ما تطلع مقابلة وبلش ينحكى بالحلقة بالصحافة قبل ما تتصور حتى كل ما تطلع بمقابلة بيطلع كم كبير من السكوبات بإطلالاتها الإعلامية هذا عاديك من إنه عندها موهبة كبيرة والصوت حلو كتير وأجواء رائعة وخلتها تكون من أبرز الأسماء عند متعهدي الحفلات في لبنان والعلامة العربي بدي اسمع كتير كبيرة لصاحبة الطلة البهية لا يلعب بود روحا آه يقبرني قصدي انه شو انه اسم الله اسم الله ليال ميرسي هشام آه اي مس يو مي مور. آه ليال آه قلت انا بتفتعلي المشاكل او المشاكل بتلاحقك اثاره ماش. الجدل جزء من شخصيه ليال عبود او حظ هيك بالصدفه بيطلعوا لي خبريني ليش لانه يمكن انا موهوبه اوكي ليش الموهوب ليه, الموهوب بده يترافق مع اطار الجدل ومع مشاكل لانه الشجره المثمره ترشق بالحجار اي الشجره المثمره انا طيب <applause> اليوم من بعد قد ايش لك اليوم بعالم الفن صار لك من 2008 يمكن. من 2008 يعني صار لك 15 سنه تعودتي ولا بعدها بتزعجك ولا صار تمسحت تمسحتي صحيح صارت جزء تمسحت. صار من حياتك اليوميه يعني طيب حنفوت بالفقره الاولى اوكي بالفقرة الأولى خلينا بالجد هلا رح نحكي جد بعدين رح نفوت بمزح فيه شوي جد خلينا بالجد أبو الناج البادي والمرافقين بحياتك وهيك هن يعني جزء لا يتجزأ من العالم شغلي وحياتي و لحظة لحظة ليه ليه شو قصدك جزء لا يتجزأ من ليش؟ ليه يعني ما فهمت، جزء لا يتجزأ من أي ناحية؟ ليش كل الفنانات عندهم مثلك؟ يعني هيدي لزوم نجومية ولا أنت مهددة ولا أنا أصلا ما بتطلع بغير من الفنانات تشوف شو عم يعملوا لأعمل أنا. أووف بعمل أنا عاتي بعمل شيء أنا بي بخصني لإلي وبيعجبني وبي لإلي اوكي بس انت مهدده مش هيك بيمشي معك بدي ولا أه انت اللي فتره من الفترات تهددت بس انا من وقت بلشت قبل ما بلش بالفن وانشئر كان عندي أه بدي مش انه شوفت حال بس انه انا اول عائلتي بحبوني كتير لحظه لحظه, يعني لحظة. قلت قبل ما انشهر واشتغل بالفان كان عندي بادي كأنت بنت مثلك ليه بيكون عندها بادي لانه كنت عم غني من 2004 بتصور أوكي. بالمطاعم وبالمهرجانات وهيك قبل ما انشهر اوكي فكان عندي بادي كنت حافظ عليهم ربيتهم انا وكثير بعدهم لليوم معي كل ذاتهم هن ذاتهم انت من فتره تلقيتي صرحتي انك تلقيتي تهديدات بالقتل مين اللي هددك هددتني أه سرقت لعائلتي يعني كانت شفتها انا بوقتها تخدم ماما وبابا بالضيعه اه ف... سرقتك؟ سرقت الوالد وما خبرنا انه هو انسرق، بعدين حطيتها بالحبس، بعدين صاحبها صار يبعث لي تهديدات اوف اوف اوف, أوف, أوف. صاحبها كان لبناني وهي من جنسيه ثانيه هلا انت عندك عقل امني، انت كنت بالقوى الامن الداخلي؟ اكيد كنت مفتشه بالمطار؟ اكيد شو عم تحكي جد؟ كيف أي. كيف نقلتي من ال من ال كنت اول سنه جامعه ووقتها كان كنت بحاجه لوظيفه تحت لي ضلنا نروح أوكي. ونجي وهيك كان الوضع المادي مش منه منيح فقدمت على وظيفه مفتشة مطار بقوى الامن الداخلي بالمؤسسه العسكريه وكانت اول دوره بنات ومن بعدها من بعد بعد ثلاث سنين بال 2005 اجى الالتحاق تبع الدوره كنت انا الاولى على دورتي من ضمن 9700 طالبه والله صحيح اوكي وليه ما كفيتي بهيدا الكارير؟ سنتين ونص بهالفترة عادي كنت أنا عم غني وبنط من محل لمحل مسموح كانت لإلك تغني ولا كان لا قبل ما قبل ما يطلبونا على الانضمام للمؤسسة يعني أخذوا ثلاث سنين لفكروا بالموضوع ياخذونا اوكي كنت أوريدي أنا كنت عم باخد وسيلة ثانية لحتى لي عيش اللي هو الغناء صحيح اوكي وبعدين فضلت بعدني كنت كم بالجامعة وهيك هي. شو شو سألوا وقت انسرقت انسرق تليفونك كمان؟ أم... شو انسرقتي؟ قصدك بيت الوالد يعني ولا انا؟ أه أه لانه اللي سرقك هددك بوقتها بنشر صور وفيديوهات خاصه هيدي الاسستنت تبعيتي بالبيت كانت تشتغل معي 11 سنه اوكي حطيتها بالحبس سنتين كمان اوف انا ما بحب المشاكل بس لانه هي انه جبرتني لا بس واضح ما بتحب المشاكل انه مبين بتحب بس لا اذا سرقتك عن جد انا حدا كثير انه انه حيادي ومتسامح ومتصالح مع الناس فبس انه لانه تهددت من المانيا من قبل كمان صاحبها يا لطيف نفس الخبريه فكيف صارت القصه ضليتني شهر مثل مثل هالايام كنت صايمه شهر <applause> رمضان فروح وارجع وانزل على التحقيقات وعلى ال كمان القوى الامن الداخلي وحده ال الوحدة جرائم, جرائم المعلوماتيه تعاونوا معي كثير بس انا كثير ساعدتهم بكثير قصص يعني ضلينا نجيب تليفون من هون تليفون من هون اي كلاود من هون نعمل مافيات صرنا يعني بالنهايه انا صرت اشتغل مافيا على الارض اي واحد مين اللي حبستيه وتوفى داخل الحبس؟ هيدي هي اسمها كاتيا محمد اوكي طلعتها بعد ما طلعتها اجت الكورونا وماتت بالكورونا اوف وتكفلتي بدفنه تكفلت بدفنه وبكل التفاصيل ولحد هلا بنعمل الخير يعني واجب انساني بالنهايه بس ما فهمت كيف يعني ليش ليش حسيتي بالذنب؟ لا ابدا بس انه انا العشره ما بتهون علي حتى لو كان غلط بحق حاله هو واساء للعشره واساء للامانه هيدا الشيء بخصه هو طيب شيء وأنهم يعني. كيفك بالفن اليوم؟ الحمد لله لا كيفك بالفن اليوم؟ ما قصدي بالحمد لله، قصدي اليوم خلينا نشوف ال... لأنه أنا دايماً هشام بحكي من منطلق حالي من منطلق حالي اليوم للأسف أنا يعني ديسابوينتد من الاشياء اللي عم بتصير يعني شو عم بيصير؟ أنت اليوم في فنانات، خلينا نكون صريحين، الفنانات اليوم في أسماء ما بدي أقول يعني بأجواء السهر بالليل وبأجواء الحفلات، في أسماء عم تطلع، وهيدي الأسماء إذا بدك عم تاخذ عم تاخذ البوسترات وعم تاخذ العيدا. معروف انه راحوا لنوع من الفن شوي فيه شوي تحدى حدود الجرأة مش شوي كثير كثير؟ اكيد اول شي لا يلعبوا بعد اليك محل بهذا الجو؟ لا ما الي محل بهذا الجو شو عم تعملي؟ لا تقدري تستمري كيف بدك تعملي؟ بعمل شيء يكون آه آه رير يعني آه يونيك آه وشي كمان آه في هذا الشيء اليونيك وهذا مطلوب بعده؟ ما خلينا نكون صريحين، ما كانوا بيشتغل... هول كي... ال... هول الفنانات الجداد ما كانوا بيشتغلوا إذا مش مطلوبين، أجواء السهر بلبنان طالبة هيك أجواء بالنهاية ما بصح غير الصحيح وهيدي موجة بتقطع لأنه ذكروني بغنية أول ما طلعت غنيت كان في غنية هيدي كنت بعدني بقولها الأمن الداخلي اسمها احنا سميعه في شلو بتاع كمانجا ولا تشلو أوكي. عاوزين غنوه شيكابيكا فاضيه وكلامها تريلالو انا بقول لهم عاوزين غنوه تريلالو وين يا ون على مزاجا ودي يا على سذاجه دق يا دق على رواجه فاهمين عليا انا اقصد ايه؟ هن بيقولوا لا انا بقول لهم وانا كمان ما فهمتش حاجه اوكي يعني انت بست... يعني انت عم تقولي انه انا بغني لكم اشياء بتحبوه بس ما حتفهموا شيء ولا كلمه اكيد دمتك بصيلي يا نعيمه دي الغنوه اللي عليها القيمه واللي يقول لك ده مش فن قول له الفن ده دا قديمه بس بعدنا ضمن اطار انه لياقه بالكلمات احترام لا انت هون عم توصف المشكله صحيح طيب انت اليوم ما بقى في لياقه بالكلمات ما بقى في لياقه بالفن صار في استخفاف باللغه العربيه صار في عم ياخذونا على مطرح انه وين الثقافه صار في موضوع سخافه صار في تشهير على السوشيال ميديا شفتي كيف بيعملوا يعني رديات لبعضهم انت ولا نويت بدي بشرفك بحكي. اذا حدا مثلا من الرجال عم تقول له واطي اه انه بيضحكوا كيف ما هي اصلا عم بتسبك واطي ولاك انه عم بتسبك وينك يا رجال وين رجوليتك مم. شو خلات طب كيف نحن بدنا نربي اجيال ونعلمهم هلا انت عم تحكي عن آه ريم السواس عم بحكي عن الغنيه ايه بس ما هي غنية ريم السواس وقتي ولك واطي واطي وقتي 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 عم مبسوط وعيديها وعيديها انه وين رجوليه بشرفك وين انت بغني انت باغانيك بتعلي الرجال ما بتوطيه اكيد طيب. بقول له مغنج بقول له حاضر يا مستر بعطيه قيمته حاضر يا مستر عن جد أه. طيب آه ل... آه ليال قلتي بفتره من الفترات من ضمن نفس السياق بنخجل من متعهدين الحفلات بلبنان تصريح لموقع فوشيا مع فابيان عون البعض. البعض البعض شو مشكلتك مع البعض من متعهدي الحفلات؟ البعض لانه في ناس يعني في فنانات كتار بلبنان يستثنوا في عتب شوي على هيدا الموضوع لانه كان في كثير مطارح مثلا انعرض اسمي لا فصار قصص ثانيه اوكي يعني فأكيد. في ناس حاطه فيتو على اسمك؟ اكيد يعني شو بس ليش ليش؟ ما انت بتجيبي عالم ليه بيحطوا فيتو على اسمك؟ مش كلنا عم لك البعض اللي مسيسين بطريقه معينه شو مسيسين؟ يعني مسيسين على حساب فنانات مسيسين يعني مش مش سياسي بوا لا لا اكيد انا سياسي كمان سياسي بالنسبة انت فنانين من برا أنتي بتجيبوا الفن السياسي طبعا انتي بيجيبوا فنانين من برا من وين من برا كمان يعني. بس من دون ما نقول خلص سوريا يعني واضحه القصه لا بالعكس انا سوريا يعني انت وعلى الديك يعني كل حفلاتكم آه لحم لحم خير لحم كتافي من خيره لسوريا بالعكس بحبها من وين, وين من برا قصدك؟ من برا اعتبرت انه خير بعض المتعهدين ممكن سوريا هو... ممكن حياة محل يعني. مش من مش من محل معين م. م. انت بس انت ضد الفنانين العرب يعملوا حفلات بلبنان يعني لا بالعكس انا معين. انا حدا كتير بشجع السياحه و... ودائما يكون لبنان منبر لكل الـ الـ العيال العربيه بالعكس مم. طيب أه انت استفدت من قلت قلت لحم اكتفي من خيرات سوريا واستفدت من الفنانين اللي جايين من برا يغنوا بلبنان انت مع علي الديك عامله كذا كم حفله كل حفلاتك تقريبا كل حفلات علي علي الديك مع نحن يعني عاملين دوات مع بعض و اتفقتوا أه. عليه يعني لا إنه بتصير القصص بنتفق أكيد لأنه أنا بدي الموضوع يكون كمان إنه عم يعطيني بوش لقدام ونكون اتنينتنا عم نخدم مين فاد الثاني أكتر؟ مش قصه مين فاد الثاني اكثر نحن اثنين مع بعض كوننا حاله يعني اذا فيك تفوت على اليوتيوب تشوف 109 ميو... مليون 109 مليون مم. بشو غنيتكم؟ بالمجانين امم بالديو المجانين ليه ما ليه ما رجعتوا عملتوا ديو ثاني؟ عملنا حبك بلوي أي. هلا صار شي 10 مليون صار الو... 10 مليون قد قالوا؟ ثلاث اشهر مزبوط حب مزبوط انت حبك بلوي يا يخرب بيتك شو حلوه بس انت 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 بالحياه حبك بلوي؟ اما بدك تساله لعلي الديك؟ لحبيبي ليش خص على الديك لا في فتره من فترات الإشاعة انه انتوا على الديك في إيش؟ لا هيدي انت. من قصه المجانين كانت فكره الستوري بورد تبعية الغنيه انتو طلعتوا الاشاعه عن قصد ولا لا حطينا هيك سكوب صغير انه نحن انه انا بدي اترك الفن واتجوز الفنان على الديك بس هيدي من فكره الغنيه الستوري بورد بس انت اليوم مغرومه عندك حدا عم يرزف قلبي يا امي ومني فرداني. ايوه مم. هيدا مين هو دبلوماسي رجل اعمال لبناني؟ هي از ماي جاست هو هو شو ملاكك الحارس؟ جاست شبح صحيح ليه؟ لانه شبح بشوفه بمنامي بخيالي بي... عندك حدا ولا ما عندك حدا؟ اكيد عندي في كل هالجمال وال... والحب في زواج؟ تألق. أم... ميبي بتعمليها مرة تانية جوزتي أول مرة عمرك 16 سنة عندك ابنك جاد صار شاب عمره 18 سنة عمره 18 سنة بتعمليها بترجع بتجوزي مرة تانية هذا جاد واي نوت أنا لا سامحة يا سليمان ليه ليه ليش كنت أعطيتك صور أحلى أخذيهم من الاكونت تبعك هني معروفين يعني طيب شو شروطك تترجعي تتجوزي إذا وردة شروطي إنه يحبني بحبك؟ مم. بتغاري ده اللي يحبني بتغاري عليه؟ لا انا ما بغار ما بتغاري بتتجوزي من غير دين؟ اه هو من غير دين؟ شو خصك انت اوف هيك شو هيك حشور؟ هيك عم بي هيك عم بي ما عندي اه مشكل نحن كلنا ديننا هو واحد الانسانيه يعني انت شكلك عم تلمحي انه من غير دين ما خص ما رح فيك توقعني اصلا طب بتقبلي تكوني زوجه ثانيه؟ لا انت زوجه اولى ضره لا انا الاولى مالي ثاني لا لا تضحك على حالك وتظن بلحظه انسانيه طيب بتخافي يصير فيك مثلا اذا حياتك الشخصيه صارت بمتناول الاعلام، بتخافي يصير فيك مثل شيرين وحسام حبيب مثلا؟ عيب، انا ما بوصل حالي لهيدي المواد شو يعني. وصلت حالها؟ عيب فنانه كبيره مثل شيرين انه تغلط هيك غلطات شو غلطاتها؟ غلطه الشاطر ما كانت بالف كانت بمليون مم. اول شيء انه هيدا شيء بخصهم اثنيناتهم بس ما حلو نسفه ونجرح ببعض على السوشيال ميديا وبعدين نرتمي باحضان الشريك ما حلوة ابدا مشان هيك انت مجوزة بالسر اليوم؟ لا ماني مجوزة بالسر لا ابدا لأنه في اشاعات عم تطلع كمان انا, أنا بالسر. بس بدي اتجوز بتجوز وتحت عين الشمس الـ الـ الساطعة م. وماني تحت الارض ابدا انا بحب كتير الانوار والاضواء وبحب كثير القصص تكون على الارض مش تحت الارض كنت باستراليا ايه أكيد. كم حفله عملتي باستراليا أه سته ست حفله سته سبعة وعرسان وفكرت وفكرتي باستراليا فكرتي انك تهاجري ضلك باستراليا تهاجري مع انك كنت بكل حياتك ضد الهجره ما هيك صحيح للاسف لانه لما تعيش بوطنك غربه وتحس انه لبنان بطل جنه صار ساحه لل لانه الحلم يموت يوم بعد يوم هيدا انت اليوم حاسه حلمي كمان عم بيموت بلبنان اه انا حدا مثل بقيه الناس اللي, اللي عايشين يومياتهم وراح لهم مصاري بالبنك قد ايه راح مصاري بالبنك اه فوق المليونين دولار فوق المليونين دولار انت كان معك فوق المليونين دولار قد فوق 3 مليون فوق الخمسة مليون لا بين 3 والأربعة رحت 3 مليون دولار ونص هل قد كان معك مصاري اسم الله عليكي راحوا شو التعب 15 سنة وما بدهم يروحوا ايه ما ما طلعتي منهم شيء برات البنك؟ لا طلعت مليون وشيء تشكيت بانكير وصرفتهم على سعر صرف آه ال 120 اه. ألف وبس ما بقى اف. إلا ما قليل ما اشتريتي شقة ما اشتريتي شيء لا شو بدي بالشقة عندي ثلاثة عندك اسم الله ثلاث شقق، ايه. كم سيارة عندك؟ يا الله دق الخشب هشام شرفك عندك كثير؟ أم ما كنت حب المجوهرات بس هلا بحبها ساعات عندك ساعات لانه انا جوهره نادره اكيد عندي كمان ساعات اليوم ما لبست احلى ما تحسبني قد ايه تقدر ثروتك يعني 10 مليون؟ ثروتي أه أه هي محبه الناس لالي وجوهري هيدي دبلوماسيه ما هيدا هيدا الشيء انا قبل الحلقة ولا بعد الحلقة بشرفك؟ بتحكي عم تحكي عم بزيدوا مصرياتك؟ عم لي استثمارات؟ لا فتحت هلا شيء جديد برا شو؟ ما فينا نقول كل شيء بدنا نقول خلص بتح... No, no الله شي... عليك لا عبود بزنس وومن كمان انا طيب على فكره انت... كنت رح اجي لعندك على الكروز بس ما كان معي مايو لعندي ليش اعتبرتيها لعندي على الكروز no, انت كنت بالكروز بس ما انا الكروز الكروز مش بعرف. بي... انت كنت باستراليا بوقتها <applause> بوقتها نفس الوقت ليه ما كان... طلعت بالكروز لانه ما كان عندي مايو صراحه ولا انا كان عندي مايو شلون اتسبحت <applause> طيب انا ما تسبحت طب آه انت باستراليا الوالده تعرضت لجلطه بالراس لا قبل ما اروح قبل ما تروحي كيف قدرتي تروحي لا رحت واهتميت فيها واخذتها عند الدكتور وعملنا السيت سكان وعملنا كذا فحص دي دايمر وكذا شيء آه. وعطيتها كمان ميديكيشن وانت كمان دخلت المستشفى ابدا ما ما تركتها ابدا انت كمان دخلت المستشفى اكثر من مره صحيح ليه من ورا شو حسب شو يعني حسب الوضع بيكون شو يعني حسب يعني اوقات مرض اوقات عمليه اوقات حيلا شيء بيكون عمليه شو تجميل لا ليه اخذت عمليات تجميل مثلا لا انت كم عمليه تجميل عامله أه شي 200 300 400 اللي بدك اياهم لا عن جد قد ايه شو خاص لا مسألك سالتني اياه قبل بحلقات قديمه إيه شو بس ضرونا نرجع نعيده من, هل... من وقت يعني؟ من وقت الاجتماع من وقت اخر حلقه لهلا كم عمليه صرت عامله اذا بتصدق اذا قلت لك ايه؟ ولا واحده ولا واحده بعدك نفس ال... ولا واحده بعدك على نفس الشيء عمليه مخاري بس من زمان وقتك كان عن جد لازم اعملها مش لانه بدي صغر منخاري اذا اذا في صوره قديمه حطها لا انا بعرفك من قبل انا عيل انت اللي عم تحكيه من 8 سنين كنت نفس الشكل بعدك نفس الشكل شو قصتي؟ س... هن زيتون بس نصحاني كيف تقريب. كانوا حفلاتك وصالا ناجحين؟ كانوا واو فولي هاوس ريلي والله عن جد والجاليه العربيه واللبنانيه تحديدا انا بتشكرهم من كل لحالك قلبي لحالك كنت ولا كان معك حدا؟ آه انا كنت لوحدي كان معي الفنان آه آه حازم الشريف اه حازم الشريف ايه وفي... حازم رجعت لي معنا على الكروز و... ورجعت غنيت اخر حفله كنت مع ربيع الاسمر اه اوكي طيب شو قصه حفلات اللي بتحط دعايات وصور لك بالاخر بتطلعي انت مش مشاركه فيها ايه هيدا الشيء موضه صارت اخر الموسم يعني إيه، انت رفعتي دعوه على الفنانه الين عبود اللي اتهم فيها فنانه؟ ايه شو؟ حرام إلا فنانه بشرفها بس بتغني بتغني؟ امم برايك بحترمه طيب رفعتي دعوة على قليل عبود تهمتيها انها عم تنتحل شخصيتك بال... ما اتهمتها هي منتحله شخصيتي كذا مره وقضيتها ورحت على مخفر انت الياس مطرح ما, ما كنت ساكنه مم. ما اتهمتها ابدا هي هيك اصلا هي هي عم هي يعني هي شغله لأ... كذا موقف كذا خبريه بكون قاعده بالبيت بدقوا لي على التليفون يا الله تصورنا معك بسبينس وتصورنا معك بنايت كلاب بالكاسليك و... و... وكانت بما بعرف وين وفتحوا لها شامبين مدري وين لا عبود وبتقبل وبتقبل اه بيفتحوا لها شامبين على هي انت وبتقبل انه بتجي بتتصور مع العالم وعادي عايش الدور بتشبه بالشكل بتشبهك؟ هي بالصور والفوتوشوب تشبهني بس على الحياه الطبيعيه اكيد لا فانتبهوا بليز نسخه الاصليه ليس تايواني لدي... بليز ليس لدينا ليس لدينا فرعون اخر ليس لدينا فرعون اخر طيب تايواني بينتزع بسرعه يعني بس <applause> تايواني بينتزع بسرعه طب هل بكره بقول في ناس بيقولوا انه انت كمان قلدتي قلدت الفنانه الكبيره سميره توفيق لما عملت غنيه اسمر وغنيه هذه لنينا وريدة بطرس ابدا بالعكس انا عم كفي طريق حبيته ما عم قلد ابدا لحتى الشامي بالعكس انا انا الفنانه سميره توفيق بفتخر فيها وبكبر فيها فنانه الله يعطيها عمر الله يعطيها صحه ويعطيها دائما القوه تضلها موجوده اصلا اسمر غنيه لرينا وريده بطرس ابدا شو هي كانت موجوده بصوتهم ما كنت بعرف الموضوع ابدا بعدين يعني غنيت انت... يعني بيع الغنيه مرتين لا ما بيع انا شو. حكيته قال لي وقتها كان الله يرحمه سيمون اسمر بده غنيه وقتها قديمه بالتسعينات م. غنوها بس ما نجحوا فيها ابدا وين بينت انت برايك م. بصوت مين بينت واعطت ملايين فيوز بصوتك اكيد فمين الانجح أوكي. بعدين هلا عم طلع لي نينا وريدة بوترس وينهم آه إنه لأنه بحكم المعتزلين يعني بتخ... بتاخذوا أكيد بتاخذوا أكيد أرث أنا ما فيني آخد عصر وعصر غيري ولا هني كمان يوم عصري حياة باستمرار بتجدد يوم عصر بستمر... ما إنه عصري بس عصر كتار يعني أنا هيدا الشي يعني بأيده وقف عنده طيب عندي غنية جديدة قريبا خبرتني العصفورة أنه بتقولي بمطلعة ما تخافي يا مدام على جوزك يا مدام على جوزك يا آه. مدام ما تخافي يا مدام أنا غنية أنا لبنانية أوكي. بتقولي بمطلعها ما تخافي يا مدام على جوزك يا مدام جوزك رح دلعه رح ارجع ولعه لا كلام حلو وعلى المسرح طلعوا على المسرح طلعوا خي طلعوا حلوة كتير ايه؟ كف كمل وحياتك بمنعو ايه؟ بمنعه ايه؟ عيونه يتطلعوا على غيرك يا مدام آه. روقي اه قصدي جوزك دلعوا هو أنتوا عم بتغني يعني قاعدين رايقين يا مدام خلينا حلوين اه بس انت عارفه انه هيدا الكلام اذا بتكبيه بمطلع اول شيء رح يولع الكل صح بدك تسال سهيل فارس كلماته والحانه توزيع الي سابع اكيد بالاشتراك مع فرقه الموسيقيين لا بكره بتقولوا عم بتشرع الخيانه لا ابدا طب سمعينا اياها خدينا أسلسة. فيها على البريك يلا أوكي. يلا جوزك رح دلعوا ورح ارجع طلعه وارجع ولعه <applause> ايه 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 الليل ليل ما تخافي يا مدام على جوزك يا مدام تخافي يا مدام على جوزك يا مدام جوزك راح دلعه راح يرجع ولا جوزك راح دلعه راح يرجع ولا وعالمسرح طلعوا وانا رح ارقص معه وحياتي بمنعوا عيونه يطلعوا على غيرك يا مدام جوزك رح بمنعوا عيونو يطلعوا على غيرك يا مدام ليلة ليلة جوزك لو عينه البرة زحة عيونه شي مرة، جوزك لو عينه البرة زحة عيونه مرة، آخر مرة شوف يا مدام قاعدين رايقين يا مدام خلينا حلوين قاعدين حلوين ما تخافي يا مدى على جوزك يا مدى ما تخافي يا مدى على جوزك يا مدى جوزك رح تلو رح ارجع النوم على المسرح طلو وانا رح ارقص وحياتي بالنوم عيونه يتطلع على غير

بعد بريك عودة لحلقة المزح نص جد لليلة مع النجمة ليال عبود وإذا ما حضرتوا الحلقة على تلفزيون فوتو تشانل قناة يوتيوب تشانل يوتيوب قناة الآن لايك أند سبسكرايب ترجعوا تحضروا الحلقة عن جديد خلصنا خلينا بالجد هلا بدنا نفوت مطلوب منك عن جد إذا ما بتجاوبي على الأسئلة وهي أسئلة محرجة رح تتعرضي وتواجهي أسوأ مخاوفك مطلوب منك عن جد أبو الناج اوكي اذا ما جاوبتي على الاسئله رح تواجه تفضل استاذ عمر معروف تفضل استاذ استغفر الله تخافي من الصرصير؟ لا الصرصور انا بحمله لكن جيبولي لي الحيه جايز بليز لا لا خلي الصرصور لا, لا بليز لانه جيبوا لي الحيه <applause> خلي الصرصور بليز جيب لي الحيه وجيب لي كمان قصدي نحن مطاولين؟ قالوا لي كثير بتحب الباذنجان قالوا لي كثير بتحب الباذنجان شو بكي؟ لوين قايمة؟ نحن بدنا هيك توقفي لا بس بليز كيف بدي كفي حلقتي وغني انا اصلا حسكت يعني سكرم سكرم سكر. لا, لا لا ما تخافي تعي تعي ما تخافي ما تخافي تعي تعي هيدا بعدين اذا اكلتي باتنجان وحبيتيه حي اصلا ما فيني اكل باذنجان عندي الرجي على الباذنجان ايه من والمعلومات؟ خبرونا مدير الاسيستنت تبعك واو استغفر الله يا رب كيف تعمل حنش حنش ما بيعاص بدك تشوفيها؟ شوفيها؟ بدك تشوفيها؟ لا دخيلك لايكي ها شوفي خلص تعي 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 ما بتطلع ما بتطلع تعي راح ادعس عليها مشان ما تطلع روقي عادي ما تخافي بدنا نجي بدنا نشتغل اوكي اه انت عرفت شو عملت لها كيف عملت فينا؟ نو جد مش معقول شفتي؟ انا بكره الحي كثير اذا انا بحلم بحي ببطل نام على ثلاث اربع ايام امم طيب مطلوب منك اول شيء ليال برايك الشخصي مطلوب منك تقولي لنا مين غنى للفواكه احلى انت بغنيه يا عنب يا مشمش بال2020 او ننسي عجرم بحبك سفاح حبك مانجا وتفاح كل واحدة شيء لا يعني اليوم ما في كل واحدة شيء بتقولي اليوم اذا اذا اليوم انت اذا بيطلع لك انك تقلبي يعني تاخدي حبك سفاه وتعطيها عنب يا مشمش بتعمليها ولا لا آه لا ب... لانه انا بحب العنب والمشمش هي بتحب المانجا والتفاح يعني فبنصير جات فواكه انا شكلي حافتح العلبه لا ابدا لكن يعني مين احلى ما في مش معقول انه يمكن واحد شيء وما بيعجبوكي انه جديد الاغنيه تبعيتي انا كانت وكان فيها مثلا فيها نوع من الراب حبي حب اغني حبك سفاح انه ليه ما بغني يا عنب يعني لا غني حبك سفاح لانه, لأنه... لأنه هذا ال... <applause> هيدا هذا هذا السكوب مش تغني اذا ل... ما غنيت شو بصير؟ بدك يا تقريبا... ليه اصلا ليه ما بدك تغني؟ ليه ما بتغني؟ هي مش تعصب القصة <applause> وما انه تزمت بالموضوع بس انه غنيتي انا بحبها غنيتي احلى يعني؟ أه، انه ايه برايي انا غنيتي احلى غنيتك أحلى, أحلى, احلى انا بلشت بالفواكه جاوبتي خلص جاوبتي وما بدك تغني بلشت بالفواكه ما لك شرف تغني حبك سفر لا بالعكس انا حبيت الغنية ونانسي عجرم فنانة كبيرة وبحبها كثير مش قصة بحبها بيعجبني فنها كثير ما بتحبيها؟ لا انا كلمة ما بحب الحب انه بعتبرها لحب الشريك آه. بيعجبني فنها. يعني مبالغ فيها صح. إيه لنانسي مبالغ فيها مش بس لنانسي لا لا ايه انه لنانسي مش ما ما عندك هالحب لنانسي الكبير اعجاب اه وتقديره. اه اه وتقدير بس كره ما فيه. لا ابدا آه عبدا. ما في كره اه اوكي حقد ابدا بغض ابدا اه اوكي ما من صفاتي هدول بغينة لا ابدا كله نفس ايه. الكاركتر اه سينونيم كلهم ايه سينونيم مضبوط طيب آه ليال بتعرفي عن حالك بفنانة بوب ميوزك أكيد. مطلوب منك تقولي لنا مين برايك ملكه البوب بلبنان نانسي عجرم او نوال الزغبي طلعي مين بتفضلي؟ نانسي ما بتحبي نوال؟ أه بتعجبني كمان بس انه بفضل نانسي بتفضلي نانسي مين بيجيب جمهور اكثر على الحفلات؟ او بتشوف الحي امير يزبك ربيع الاسمر هادي خليل ورضا كنت بخانقه مع هادي خليل ايه صلحته؟ إنه المصاريين بالبطن بتتخانق انت هي مصارين بالبطن ولا انت وياه اصلا مش كثير اصحاب؟ لا هو زميل وخي أيه. أن... وقطعت القصه هيدي صرنا هلا رفعت ليه كنتوا آه صار في شغله بالمسرح آه شو هي؟ بلازا بالاس آه وقتها كان في مونديال مش هيدي السنه اللي 2015 اي ايه آه وقتها كل البروجرام تاخر انا كنت بدي غني وبعدين هو بده يختم فيمكن تاخرت شوي زياده فانفعل هو بس هيدي القصه بتاعت. فعل وعيّت عليك؟ لا مش عيط علي هو عصب بالمكتب بعدين مم. انا عرفت آه. منا حلوه بحقه ولا ح... ولا انا حلوه بحق اللي انا عملته كمان نتنيناتنا ما اثرنا على بعض موضوع صرتوا انت... هلا رجعتوا منيح طيب مين بيجيب حفلات اكثر اعطيني اياهم من الاكثر للاقل اول شيء كلهم اخواتي يعني مبين بس القرابه كثير اميريا انا وزريك. ما عم بسالك ما مين اصحاب حبيبتي عم بسالك مين بيجيب عالم اكثر على الحفلات ما سالتك مع مين؟ آه، ليه بدي اقول؟ لا لا كل حدا عنده خط معين وكل حدا عنده جمهوره اوكي يا الله دخلك طيب شو؟ نجينا يا ماما ايه شو؟ بفضل آه، اني اكل باذنجان <applause> تاكلي باذنجان؟ ايه طيب انه كله انا بجيبه يعني يا رب شوف شوف باتنجان. رح باذنجان يعني حمد... طعميكي باذنجان <applause> <applause> فضلها خضرة خضرة بليز خضرة خضرة, خضرة. تحيني ما بتحبيها؟ لا لا ما فيك برضه. هيدي للتزيين بس الخضرة اوبن افيون 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 طيارة 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 مين بياخذني على المستشفى؟ <applause> <applause> عن جد مين بياخذني على المستشفى؟ ليه؟ عن جد عندي الرجي شو بده يصير لك يعني؟ بس انا عملت تريك بالبيت قلت ممكن جيبوا لك باذنجان فاخذت حبه حساسيه لا عريس <applause> 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 فرنا <فرنالكورت. تصفيق> لا خلص خلص عادي عادي ما تخاف ما حافتحها ما افتحها والله ما رح افتحها ما رح افتحها عن جد مش عم بالغ شو انا كثير بخاف من الحيه <تص eu datniester> <تصفيق> <تصفيق> انا بوقت اكون بمصر بالماريوت بيطلع لي اوضه على الجاردن لا ففتحت هيك لقيت في شيء عم يحبي على بالجاردن <applause> عم يحبي ايه <applause> <applause> فكل الوقت حتى اجري على التخت من فوق مين شو هيك ناطره بس ومسكره البواب ناطره لتطلع ايه شو طلعت؟ جيت اتصلت قلت لهم بليز ما بدي غرفة أجر… على الجراوند اه برا على الجاردن اه اعطوني فوق على العلالي <applause> ما فيها تعربس <applause> يلا مين اكثر فنان بينزعج بس طولي بفقرتك على المسرح علي الديك صبحي توفيق زياد برجي وديع الشيخ. في حدا وصل لي انه بينزعج بس طولي بفقرتك على المسرح. آه زياد ليه؟ يعني اصلا لو ما قلتي انا كنت شو ما 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 ما, ما في ود بيناتكم؟ بالعكس بحترمه وبحترم فنه ايه بس هو ما بحبك لا ما خلص ما بعرف ايه مش ضروري يحبني يعني اوكي بفضل ما يغني معك بنفس الحفله؟ لا ابدا كذا مره اجتمعنا وغنينا اوكي ليه بينزعج؟ انت ليه بتطولي بفكرتك؟ ما بتطول بفكرتي بس انه في ناس بكونوا طالبين غنيه انا بكون عم زيدها شوي انه انت ليش انت طالعه تغني حفله ولا ما يطلبه المشاهدون؟ لا مثلا بتسائب انه مثلا عيد ميلاد هابي بيرثداي بقول انه عيب بالنهايه انا طالعه فرح قلوب الناس مش زعلهم وما يقبلوا يتصوروا أو, او ما يقبل يتصور معهم او شيء او تكبر عليهم هالفكرة وانا ما طولت على المسرح لما كان زياد صراحه م. ابدا هو اعتبر انك طولتي يعني منه ما بعرف شو صار يعني مش فاهمين القصه طولت على المسرح ولا قصه ثانيه ما ب... لا بالعكس اه بحترم انت, برايك في قصة تانية؟ انت برايك ما طولت في قصه ثانيه انت برايك ما طولتي يمكن في قصه ثانيه ما طولت انا على المسرح وما بعرف ايش اخترعوها القصه انه انا طولت على المسرح اوكي فنانه ما بتحب مره تس... قالوا انه كمان حدا طفالي الموسيقى على المسرح ما حدا ايه؟ بيسترجي طفيلي موسيقى على المسرح وانا واقف شو بيصير تخرب الدنيا عن اكيد بتعملي مشكل؟ اكيد بنت الجنوب انا لهالدرجه درج... لهالدرجه ما بتفلتي ميكرو لدرجه بيطفوا لك الصوت على المسرح يا لطيف الله اكبر ليه لهالدرجه ما فيك تشوفي ميكرو بفوت فيك تفلتي لا بالعكس ابدا انا باخذ بيخد... بقول له اي ساعه لازم انا انزل على المسرح بليز اعطيني خمس دقائق قبل ما انزل بتعطيني خمس دقائق بتقلي اي ساعه وبنزل باخذ وقتي طيب. فنانه ما بتحب تسمعي صوتها ميريام فارس مايا دياب ساره زكريا شو هالاحراج هيدا؟ قولي إنه عم تخليني اطلع من من هلا من الحياديه تبعيتي انا حدا ايه انا حدا انه عندي حياديه وبحب كل الناس انه منك مجبوره؟ انه بحترم الناس وبقدرهم وبحترم كل حدا مين اكثر شي وحده بتحب تسمعي صوتها بيناتهم؟ ولا وحده <applause> حياديه منيح بس ولا وحده بتحب تسمعي صوتها؟ انه حدا بيسمع مثلا صباح مياده ايه بس انه انه اللي بيسمع صباح ميادة ما شو ميريام فارس شو عندها صوت كثير حلو بتغني حلو بيعجبني فنها ما بيعجبك بتعمله مثلا عملت ماياد مثلا بيعجبني ستيلا مستع... بيعجبني اطلالاتها الحلوه الجريئه سارة زكريا شو بيعجبك؟ ولا شيء ولا شيء اوكي ليه هالقد؟ انه هي عملت حاله صح وكل الناس بتزقف لها وانا بزقف لها برافو بهالزمن هيدا انه تعمل حاله بس بس حالي على شو؟ وين الباك جراوند؟ اه اه فهمت عليك بدك باك جراوند انت بس هي مغنيه مش جاي تعمل حكيم يعني باك جراوند شو؟ وين الاغاني تبعولها؟ هلا بامك هلا بامك هلا بكل شيء شي من السند وشي من الهند وشي كل وادي عصاية ونجمعهم مع بعض بنكون فنانين هيدا هو الفن؟ أوف 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 اكيد فيني غني لفنانه سبقتني قبل فنانه قادرة ارجع جدد لها غنيه مثل يا طير الطاير للفنانه صباح الله يرحمها مثل خشخش حديد المهره غنتها هي فولكلور غنتها الفنانه سميره توفيق وانا رجعت حييتها اوكي هيك اغاني اما اجي كل وادي عصاي واجي دخلهم ببعض واجي سفح على المسرح شو هالفن هيدا؟ هيدا الفن نحنا اللي بدنا نتغنى فيه هيدا منبرنا هيدا اللي بنشوف حالنا فيه شباك تذاكر على شو وين العائلات؟ ليش مين بيرضى يروح مع عائلته واولاده اللي عنده اجيال يسمع صوت مثلا واطي او انا مدري شو الزعيمة او هيدي بتطلع لها وهيدي بتنزل لها وهيدي شو هالقصص السخافه اللي احنا عايشينها وعوه اوف 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 اوف, أوف. أه لا حياديه لا فعلا وانا طلعت انا لا انا مش عم بحكي عن مثلا عن دهان او عن بيت انا فنانه بالنهايه بدي اعطي رايي بتجرد حدا إلو معي طيب شاعر عرض عليك أغنية ورفضتيها يعني عفوا بس إذا جاكي حفلة يعني مع ريم وسارة ما بتقبلي نعم إذا جاكي حفلة مع ريم أو سارة ما بتقبلي سارة يعني شفتني أنا كنت معهم لا ليش نعرض عليك تكونوا سوا بحفلة ما بيهمني الموضوع أصلا بس إذا عرض عليك أبدا شاعر عرض عليك أغنية ورفضتيها توني أبي كرم سليم عسيف فارس اسكندر شعرتوني ابي كرم اخذت منه اوريدي يعني اوكي مين عرض عليك اغنيه من هول الشعراء عرض عليك اغنيه وما اخذتيها أه لا مش قصه ما اخذتها لانه ما حبيتها اوكي كان الموضوع جريء فارس اوكي موضوع عن شو موضوع انه المراه انه هي كمان عم بشرع الخيانه اوف كانت أه كنت حلوه كثير عن جد بس بدها حدا قلبه قوي سمعتي تصريحه لفارس كندر عن اللي بيغنوا؟ ايه أنا يعني اللي فاتوا بالهيدا انه كل ما عانى للموضوع يمكن هو عنده الناس براسه براسه واللي تحت باطه مسلة بتنعاره يعني انا ما خصني انا لا اعنى بهيدا الموضوع ابدا بس خلينا نوضح انه هو قال انه الفنانات بيقدموا تنازلات ليوصلوا يعني البعض منهم هو هيك قال هو قال اكثريته معظمهم يعني بعد فيه يعني مخليت. مخليت. أغني عن ما خليت يعني ما خربت ما خليت ما خليت اوكي اغنيه عن الخيانة ما بتقدميها لا عن الخيانه اكيد انا قدمت عن الخيانه بس هيدا الموضوع ان انا غني انه انه عم شا... انه انا خون آه انه اوكي انه انا خنتك وشوف قدام عيونك <applause> اه اوكي انه انا فنفكر. بخونك غصب ما... يعني مثل ما انت بتخوني بتخ... ايه بس في اغنيه حخونك آه في معروفه شو لمين آه... آه... لا بعتقد. كان الكلام قوي كثير آه. عن جد غنيه رائعه وهي هيت وبتصور انه فارس اذا بيعطيها لحدا هيك مش ليا لانه ويغنيها. لانه عن جد لحدا ويغني يغنيها هيحطوا علي علامات استفهام كثير وانا بالغنى عن هيدا الشيء ابدا يعني اوكي بتجيب لك مشاكل بتجيب لك حكي يعني انت اخذت اغنيه عن من فارس ولا لا؟ اخذت من سليم سلامه من سليم سلامه طيب بتنزعجي لما تتقارني فيها مين؟ هيفا وهبه شيراز قمر ما بتطلعي؟ ما قلت لي الاسماء هلا ولا مره حدا شبهني بشيراز أوكي ولا مرة حدا شبهني بقمر ؟ ولا مرة؟ مم. ما سمعتي هذا التشبيه أبداً؟ مم. أوكي بهيفا اللي شبهوكي بهيفا؟ إي أول ما طلعتي ولا على طول؟ لا اوقات بحط صوره مثلا بي حدا بيجي بسرقه بيكونوا حاطين تحت بتشبه هيفا هلا انتم لانكم كمان تقريبا من نفس المنطقه وفي جمال تقريبا معايير في كثير في بجنوب كثير في بجنوب, 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 بجنوب شعر اسود اسمار في منه يعني خلينا نقول هذا الجمال في منه كثير بنات جنوب مشهورين طب. بالجمال انت من اي ضيعه من انا من انا فيها جميلات جدا وهيفا كمان من نفس القضاء من محرونه من قضاء سور م. كمان نفس القضاء انتم جايين تقريبا من نفس المنطقه طيب مطلوب منك تختاري ملك جمال الدراما العربية وبتتمنى تمثلي معه أصلا بتحب التمثيل؟ كثير آه عبالك تمثلي. إيه. آه عبالك تمثلي. نعرض علي كثير بعن... وليه ما بمصر بس كلهم كانوا كله رأس كان كله رأس بيعرضوا عليك دور ح... إذا ما بتعني قصة حياة تحية كاريوكا هيك يعني قصه حياتنا كان مشهورة. في دراما مع أكيد. الاستعراض اكيد وب... على راسي معقول يطلعوا لك مسلسل بس ترقصي مثلا؟ انه لا كانت الفكره بوقتها انه حبيبي جاري وانا ترقاصه وانت رقاصه, وإنت رقاصة أيه. وبس وبس تمري بالمشهد ترقصي وبس تمري يلا يا, يا, <applause> يا شهاليل لا طيب مين لا. من هول على بالك بس اللي معه دور بطوله؟ معتصم النهار باسل خياط قصايخ خولي تايم حسن عبد المنعم عمايري عبد المنعم اوف مم. ليه بتحبي هذا الرجل بتحب الشكل القاسي عند الرجل أه... هو وسيم جدا ولكن اكيد لا و... بتعجبني الشايبه الباقي الشباب انعم بتعجبني الشايبه بتعجبك الشايبه دقني شايبه من وقت اخر مره شايبه أنا... هو وقار من وقت ما اخر مره عملنا مقابله انا شايبه دقني لاحظت هالشيء ايه انا هلا كنت متوقعه انه كوكي بيضه تطلع هيك كلها ابيض يعني ليش هلا بتعطيني ختيارات؟ لا بعد من بعد 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 ما لا. شفتك اكيد هلا كل شيء بده يشيب فيه مم. طيب آآ آآ من بعد ما تغزل بعبد المنعم عماري باللهجه الجنوبيه او في حي يا مشحر شو حلو هيدي اللغه الجنوبيه بيروت هيدي ستايل يا شو يا يعني هيك آه جنوبة أوكي. جنوبة عم بنسى طيب ليش عايشتك ببيروت نسيتي اهل الجنوب ثلاث ارباع وقتي كان بصوره نسيتي وبي... اهل الجنوب يعني يا مشحر يا اني شو بيعجبني طيب هلا ليال مطلوب منك تضربي بوكس تفضلوا حط لي بالنص اوكي من ميلي عندك صوره اللي اتهمتيها ب آه بانتحال شخصيتك الين عبود ومن ميلي عندك وسام سعد ابو طلال اللي رفعت عليه قضية لأنه تقلدك بسكتش وقال عنك زبالة يعني بمعرض السكتش ايه مين بتضربي بوكس بيناتهم؟ أنا عندي حق التعبير عن حالي صح؟ ايه أي كيف بعمل لهم هيك يعني مثلا؟ أوف اثنيناتهم؟ أكيد خبريني ما بتسامحي حقودي؟ أنا بسامح بس اللي دايما بكرر الخطا ما بسامحه وسام سعد كرر الخطا أه لا ما كرر الخطا ليش ضربتي دايما سمحتي بعد لانه بعيد. لانه مسني بالصميم لانه ابني كان بالمدرسه وكان عم يحضر الحلقه وعم يتمسخروا على ابني اوف لانه ما ما كان يعني ما رحم القصه ورجعت انعادت وقلت له شيلها ورفعت عليه دعوه وربحتها ربحت م. 25 مليون على ايام ال 1005 دفعهم؟ آه الله يسامحهم كلهم ما بيهمني موضوع المصاري كان بيهمني موضوع الشرف م. كرامتي. الثانية حدا بينتحل شخصيتي كل الوقت، شو بقول له؟ <applause> برافو حبيبتي <تصفيق> <تصفيق> شو بدي أعمل؟ بكثير مطارح مأذية يعني يلا ذكرت هي بتعرف قطعتي هيدي المرحلة بدون ما تشوف الحية وبدون ما تدعي الحية. آه <applause> لا 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 لا, لا <applause> الحية باقي لآخر فقرة كمان. بعد البريك أبو الناج، روح <applause> عم تمزح اكيد الفقره الثالثه بحلقه الليله من المزح نص جاد بموسمه الثالث على قناه الان واذا ما تابعتوا الحلقه على التلفزيون ما لكم غير تفوتوا على تشانل يوتيوب لايك اند سبسكرايب ترجعوا تحضروا الحلقه من اول وجديد حلقه سوبر مهضومه مع ليال عبود اللي عم بتجاوب بكل جراه على كل الاسئله وعم تتجنب الحيه لحد هلا تجنب فاتت بقصه الباذنجان هلا ما بقى في باذنجان هلا يا التحدي مؤلف من تحديين يا محلى البتنجان ولا اه في شيء ثاني غير الثالث الحيه يعني اذا مش شغلة واحد نو اثنين الحيه اكيد هلا راح التركيز ليه؟ لانه الحيه موجوده سيده الموقف هلا ما تعطلي هي حد يا حبيبي حقربها سليمان قل لي انها هي بلاستيك لا مثلا لا لا لا, لا. طب طيب كيف بدها تعيش هيك؟ لا ما فاختين لا ولا وش فاختين لا؟ يلا كيف يا اوكي عم تمزح اكيد ابو الناج طب بعدها <applause> حطيها انت لا ليه؟ حطيها حطيها انت من قال لك؟ طيب عم تمزح اكيد اول تحدي اشتريتي ارض بصور لتبني قصر لك من اربع طوابق باكثر من مقابله رفضت تكشف كلفه بناء قصر ليال عبود بمدينه سور يا بتكشفي عن كلفه القصر يا بتفرجينا هلا اصعب حركه يوغا تعلمتيها يا اما أم بتفتحي على الحيه لا اي تحدي رح تنفذي عن جد حكون صريحه معك بعد ما خلصت وبعد ما بعرف قد ايه قد ايه دافعه؟ كثير بس يعني؟ انه كثير مليون؟ انه ايه تقريبا اكثر بعد لانه شقفه الارض كانت غاليه قد بعد فيه؟ بعد بعد بده يعني بعد بده كتير؟ ايه بعد إنه هلا لانه انه مش عم بقدر اخذ من البنك مصاري المصاري أيه. اللي عم طلع فرش دولار انجا اعيش فيها وطلع برودكشن لفني وعائلتي وكلنا ما بقدر منين بدي اجيب مم. هالفكره انه بلنحش. ما بقى عم تعملي كتير مصاري عم بعمل كثير مصاري بس انجا هلا عم انه عم نقدر نعيش نعمل برودكشن كليبات نسافر مدارس مية شغله عندي مم. مش انه هيك القصه العيشه صعب طيب. علي لكن وعلى حركه عملنا حركه يوجا عم بحكي الصراحه مين حركه يوجا لك شو حركه حركه يوجا انت ليه بتعملي يوجا بلا بعمل يوجا ايه يعني فرجينا شو حركة يوجا واحدة بس بعمل انه ستيل الرايكي اكتر اللي شي سبيريتشوال مش انه مثل شو يعني حركة يوجا على بدي اعمل لك اياها على بليز انا لبسي كعب هاي هيلز ايه بليز. اول شي نحن نسينا نشكر مصمم الازياء على الاوتفيت الحلو اوكي على الفقير لا انا بدي اشكره بغض النظر من مكان يكون يعني اوكي كل اللي بعتقد كل الجمهور هلا عم يشكر مصمم الازياء العالمي أوكي. حق انا كمان بتشكروا يعني بتشكروا على على الاداء الرائع انه من قلبي بتشكروا انا مع انه دائما يعمل هيك اوتفيتس اذا بدك توقفي تفرجينا ال لا لا حركة يوغا حركة يوغا حركة اليوغا هيه. لكن عرض ازياء ما عرض اوكي شو شو بدي اعمل مثلا ما في فرجينا شو تعال مشي النفس مثلا لا بس على الارض بس على الارض لا شو على القاعد بعمل شيء هي هيك مثلا لا صعبة كثير هاي, كتير هاي. لا انه خليني اتذكر بس انه شو بدي اعمل لك؟ امبريسنج يعني؟ الشيء uh للنفس انه مع وادي ايه وين بتروحي بعالم المديتيشن؟ uh, الى الى عالم الايماجينيشنز عالم ايماجينيشن ايماجينيشن وات دو يو ايماجين وات دو يو دايما بتخيل حالي بمطرح احلى وافضل ودائما بتقدم مستمر مم. ليال عبود مم. بين انك بين انك بين انك تغني غنية تجي نتجوز بالسر مم. لسارة زكريا او, أو تخبرينا التاتو اللي شاغل بال الناس اللي موجود بمنطقة حساسة من جسمك شو هو التاتو وين موجود أول شي مانو مبين وين موجود على خسرتي يعني. وين؟ خسرتي هون. هاي مش خسرتك. بلا هيدي خسرتي. بل هي خسرتي. اه هون؟ أكيد. اوكي، شو هو التاتو؟ محطوط على السوشيال ميديا. ايه شو هو؟ ما بنعرفه. ميرمد. آه شو بيقولوا؟ حورية. ايه. أنت بتعتبري حالك حورية؟ لا بس أنا بحبها لأنه بتعني الفم. عندك واحد ثاني بمنطقة حساسة ثانية. عندي أكثر من أربعة، لا منطقة حساسة لا. مم. ما دخلك بالمناطق يعني مم. شو خص المناطق شو حسور لا لانه حكينا انه من اي منطقه انت وحكينا من هيدا قلت كفي على المناطق انا فيه. لا عندي اكثر من اربعه وين؟ اربعتهم وين؟ ما خص شو ما خص؟ حسور طب وين؟ حسور وين التاتويات؟ عايدك ايدك؟ أه، ما خصك انت عندي اكثر من اربعه بس اكثر من اربعه؟ بكل جسمك؟ بلش اذا نزلنا من رقبتك ونزول وين في واحد اول واحد؟ هيا أيوة مبينين لا خبرينا مبينين آه ما حوقف مبينين كلهم على جبرينة حتجبريني جيبريني. حتجبريني راكبين بشو جبرة طب بتيجي نتجوز بالسر لا اهلي مان. واهلك ما يرضون لا ابدا ناخذ بيت بعيد ونخلي نغني شي تاني بليز بيبي صغن. يا بيبي خلص يا بيبي <applause> شو شو ليال خلص شيل الحي بليز طيب شو وين التتويات؟ نعمل شي تاني طيب هلا اخر تحدي يا بتغني لنا بسبوس عاشق بس يا بترسي على يا بتنسي على يا خلصت الحلقه بس انا بركي بكسبنا شيء بعدين بتضل ما بتروح دعاني يا كبير نكسبها كل شيء لك كل شيء بيطلع اليوم بنكسبه ليال كنتي بتعادي ميرسي اي لاف بدك تختمي لنا الحلقه بشي غنيه اوكي حبيبي تسلم على الحية انا وياك دخيلك ابدا خلص اوكي حضب. لا لا جايز بليز بلاستيك بلاستيك يا عمي بلاستيك بلاستيك شو بك بلاستيك ما بلاستيك. بلاستيك لا لا لا, لا. <تصفيق> <تصفيق> يلا لالك لالك مشاهدينا الكرام هذه كانت ليال عبود سوبر مهضومه سوبر لذيذه رح تختم لنا الحلقه اليوم بشو باي اغنيه بشو رح تختم لنا <applause> بدي اختم لك بموال لك موال لك حضرته انا وبعدين في كادو كمان فيك كادو؟ ايه شو وينه؟ شو عم تمزح انت اول ضيف يجيب لي كادو يقبرني الله، خي؟ هي فيها مينينغز يعني كرمال بس لتجيب الضيف لعندك لازم تسبح اه مسبحة؟ تستغفر ربك هالقد؟ و... وتاخذ وقت هيك يعني تصبر عليه شوي واو مرسي ميرسي ايه اوف م... شيء مرتب كثير يا ست ليال اسمع جد انك مزوقه السموكي آه سموكي ايز اسمها سموكي ايز أيه. سموكي ايز اه عيون يعني اوكي ومن بعد الموبايل شو حتعملي لنا ميرسي كثير على الكادو حبيبتي ميرسي مب... عن جد ميرسي كثير ثانك يو كلك ذوق واو 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 اي لاف ات هلا ما حشيلها بس حلوه تعقد ثانك يو مبروكه ثانك يو يلا موال بيت ايه وبعد بعد الموال غنيه جي سوي ما قلت لك انا مريضه بس انت ما صدقت ايه اول مره بحياتي بغني وعم بتحدى حالي يا انا هيدا التحدي كنت مجهزته كرمال انه باذنجان على وكبار توقعت انه انت عن اخبارك كثيره يعني وعن صفيرك كثار اوكي يلا لالك لالك الهشام الطريق نور وعد وجد حفر اسمه على حروف المجد وجاي جدًا جدًا مثلك ما حدا جاك لك يا حبيبي يا حبيبي يا نار قلبي وحياتك بمتلك زرقه عيشك بقهر وحرقة خلى عيونك تبكي دم القى إذا فيك بتلقى خلى عيونك تبكي دم القى إذا فيك بتلقى بعرف إنه يمكن ألف بنتي وطالب على قادر وقادر مع أصابع إيدك بس ليك وينك فتح عينك أنا صعب كتير على أنا صعب كتير عليك جديد جديد لا لا, لا. جاي تتحدى بجرأة وتلعب بحقوق المرأة العب غيرها يا شاطر منك أنت بعد بعزه انا بمشي بحالي معتزه لو قالوا عني مغروره لو قالوا مستفزه ورح اقضيها رقص وطقس وعاد شفت عيد النقص رح اقضيها رقص وطقس وعاد شفتة بس لايك وينك فتح عينك وتعلم هالدرس بس لايك وينك فتح عينك وتعلم هالدرس Je ne rêve plus, je ne fume plus, je ne m'aime plus. Dis-toi, je suis seul sans toi, je suis laide sans toi. Je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie, mais vie c'est ce qu'on tout pas. Je n'ai plus de vie et mes se transforment en quai gare. Quand tu t'en vas, je suis malade. Complètement malade. Comme quand ma mère sorte le soir et qu'elle me laissait se laver. Mon désespoir, je suis. Malade, parfaitement malade T'arrives, on ne sait jamais quand Tu repars on ne sait jamais où Et ça va faire bientôt des ans Que tu t'en fous Bravo eh? déjà bravo